الإحراج وعدم الراحة اللي بتحسه الأنثى اللي عندها تطاول بالزوائد الصغرى أو عندها عدم تناظر، وحدة كبيرة وحدة صغيرة، أو تعرضت لتمزقات أثناء الولادة وأدت لمظهر غير مستحب، ممكن إصلاحها بعملية بسيطة تحت التخدير الموضعي وإرجاعها لشكلها الطبيعي. طبعاً في عنا عدة طرق للإصلاح. طريقة التريم اللي منقص فيها الحافة بشكل طولاني إلها محاسن، إنه بتروح لنا اللون الغامق من الحافة، بس في عنا ندبة على طول الحافة. أما طريقة الويج بتكون فيها ندبة مخفية والألم بسيط جداً ومع المحافظة على الإحساس. منرجع الشكل الطبيعي ومنعيد ثقة الأنثى بنفسها.